حلو. هي كده انت قربت حاجة بسيطة عن اللي فات، اه بس مش هتكلم براحتي. تمام. قلتة جميلة، اعملي يا قلتة الخيار بقى بستة. النهاردة احنا مش هنتكلم عن الطماطم، ولا اقول لكم بقى ما تاكلوهاش ولا كلوها ولا الهرس الاسطنبولي ده. النهاردة بقى احنا بنتكلم عن البيض. البيض غذاء الحياة، واحنا النهارده عشان نبقى صادقين، الكل طالع في السوشيال ميديا بيقول مقاطعة البيض، مقاطعة البيض. هتقطع البيض ايه؟ يعني هتمسك البيضة تقطعها اتنين؟ هتبطل تشتريها. المرة اللي فاتت قلنا الطماطم واشتروا صلصة، صح؟ صح. طب المرة دي بقى بيض اشتروا ايه؟ هتبطلوا شرق؟ لو هتبطلوا اكل بيض؟ اكيد كلنا بنبيض على بعض، كلنا بنعوز ناكل بيض. كلنا احنا كلنا هذا الرجل. لقيت الحل، ربوا فراخ، بس فراخ بياض. يعني لو كل واحد حط في البلكونه 10 فرخات، بقى عنده كل يوم 10 بيضات، ياكل بقى ويبضن على نفسه زي ما هو عايز، ياكل بيضان براحته، ياكل بيض براحته، 10 بيضات ياكل فيهم كل يوم. يبقى كده احنا النهارده كل يوم هنجيب، كلنا نصحى الصبح نجيب 10 فرخات ونحطهم في البلكونه، وناكلهم ونشربهم وناكلهم رز، وبياكلوا رز بشعريه بتاعنا ده اللي احنا بنسويه على النار، وبياكلوا قتا. والحياه جميله، ونربي كل واحد فينا، لو كل مواطن ربى 10 فرخات هيبقى عندنا فايض بيض نصدره لدول العالم. ليه؟ كل اللي بينتجوا بيض دول خلاص ما فيش سوق محلي ليهم. انا عندي ال10 فرخات اللي بياكلوني بيض، وانت عندك ال10 فرخات اللي بياكلوك بيض، كلنا عندنا بيض، فكلنا اكتفينا من البيض، فهنقدر في الوقت ده ان احنا نصدر بيض. مش يبقى بقى السعر غالي وقاعدين يتنكوا علينا. المفروض ان محليا البيض ده هيبقى برخص التراب في الوقت ده. اسمعوا نصيحتي، كل واحد يشتري 10 بيضات يحط 10 فرخات يحطهم في البلكونه، وياكلهم قتا، وياكلهم رز، وياكلهم شعريه. يبقى كده احنا حلينا مشكله البيض. اهو مش هنعمل زي القوطه ونقول هاتوا صلصه. اللهم بلغت اللهم فاشل. يا ريت كله يجيب فراخ يا جماعه، فراخ شامورت كده ويربيها على ايده، او يجيب فراخ كبيره شويه. يعني خليكم شطار بقى، واللي ما عندوش بلكونه يربي تحت السرير، واللي ما عندوش تحت السرير ربي في النمليه. عارفين النمليه؟ ربي في المطبخ تحت الحوض. ونحل ازمه البيض يا جماعه، يا يعني نشتري بيض ونشتري دماغنا. ما هو انت هتحل يا بالناقص. يعني احنا الطماطم، طب هات صلصه، طب البيض ربي فراخ، يا اشتري بيض. اشتروا بيض يا جماعه، اشتروا بيض. بس بدل ما تاكلوا 5 بيضات كلوا بيضتين، رشدوا في استهلاك البيض، يا تربوا فراخ. وكده انا جبت الاخر. سلام. كل لحظه كل لحظه.